السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف خريطة من اوبن ستريت ماب لاني لوجيك. اني لوجيك تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا، من ضمنها ان انت ممكن تعمل سبلاي تشين لتنقلات الحاجات من مدن لمدن اخرى او من مكان لمكان. طيب خلينا اقول له فايل نيو واقول له موديل، فبيقول لي عايز اسمي ده ايه، هقول له مثلا جي اي اس. تمام. طيب عايز الموديل تايم يونت، هنخليه مثلا بالاور. هو بقى بيعمل نيو موديل دلوقتي. دي مساحة العمل. لو انا عايز اضيف اي حاجة لازم اجي هنا من الاجزاء اللي هنا ابدأ ان انا اضيف. طيب البلات اللي هنا ممكن تقول له انا عايز ايقونات صغيرة او ايقونات كبيرة. طيب احنا عايزين نضيف جي اي اس، فهاجي هنا للسبيس مارك اب، ومن السبيس مارك اب ممكن اختار جي اي اس ماب، ممكن تختار جي اي اس بوينت، او تبدا اسحب واحط هنا. هو الافتراضي بتاعه ان هو بيجيب لي خريطه العالم. بالشكل دوت. هنا بقى الخصائص، هو بيقول لي الخريطه دي هتبقى اسمها ايه؟ ماب. هتظهر في الابر ايجنت بلوك لو انت عايز تقفلها، والفيزابل ممكن تخليها اوف لو انت عايز ان انت تصفيها. شو تايتل عايز، لو في تايتل يبقى ظاهر عندك ولا لا. التايل بروفايدر هيبقى مين، ممكن تختار اوبن ستريت ماب كلاسيك او اني لوجيك. الروتنج بتاعي ريكوستد فروم اوبن ستريت ماب سيرفر. الروتنج سيرفر بتاعنا هو، تقدر تختار اللي انت عايزه. الروت تايب ده هيبقى عبارة عن كار ولا فوت ولا ريل ولا بايك، يعني عربية ولا تروت ولا عجلة ولا هتمشي على رجليك. طيب السيرش هنا تمام، بيقول لي شوف الاختيارات، ممكن تقول له كاستم سيرش وتبدأ تختار بقى المساحة. طيب انا هنا مثلا عايز مكان معين، فهقول له ريجن معينة واقول له ايجيبت، وقول له اعمل سيرش على مصر، فبيبدأ يعمل لك سيرش. وهنا بيقول لي temporary، في ثلاثة element موجودين، طبعا هي مصر بتاعتنا. تمام. التايتل بتاعتها هيبقى مكتوب انها مصر بالشكل ده. الابيرنس لو انت عايز تغير في الالوان والكلر والحاجات دي تقدر انت تتحكم فيها، تقدر تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه. طيب لو احنا عايزين نضيف على سبيل المثال مثلا الديستريبيوتر او الموزع، فاجي هنا واقول له انا عايز اضيف ايجنت، واقول له مثلا ضيفولي دراج اند دروب، فبيقول لي بقى انت عايز انا واحده سنجل ايجنت ولا ايجنت تايب اونلي ولا بوبيليشن توزيع وكده. اقول له انا عايز حاجه سنجل. تمام. طيب انا عايز اعمل النيو، انت عايز تسمي ايه؟ ديستريبيوشن 01. هنبدا من سكراتش، او لو عندي جدول الجدول ده ناخده مره تانية. طيب انت عايز 2D ولا 3D، وعايزه يبقى عباره عن ايه؟ ممكن تختار مثلا رمز فاكتوري، مصنع مثلا. تمام. تقدر تضيف اكتر من بارامتر للعنصر بتاعك، بحيث ان يبقى فيه مثلا ممكن تحط عدد العمال، تحط اي معلومات انت عايزها. تمام. اهو اتحط اهوت، ممكن تنقله بقى في اي بلد انت عايزه زي ما انت عايز. ده الموزع اللي هو هيخرج منه الصناعات لبقيه الدول. طيب لو انا عملت سيلكت عليه وبدات ابص على الخصائص اللي موجوده، البوزيشن اند سايز بتحدد المكان بتاعه، السايز قد ايه. تمام. الادفانسد 2D و3D ولا 2D بس ولا 3D بس. وهنا اون كليك بتبدا بقى تبرمج، ممكن تقول له انا عايز اغير اللون، تكتب ديستريبيوشن 01 تشينج كولر زي ما انت عايز. عايز درو ايجنت ويز اوفست تو ذا بوزيشن. الديسكريبشن لو انت عايز تكتب اي ديسكريبشن.
تمام. وتيجي هنا بقى ممكن تقول له انا عايز اعمل رن للمشروع، تقول له allow access عشان نسمح للاوبن جي دي كي بلاتفورم باينري بان هو يتواصل مع الانترنت ويقدر يشغل لنا الملف دوت. فهتظهر معانا الخريطه بالشكل دوت بالمصنع اللي احنا حطيناه في المنطقه ديت. بعد كده هنشوف ازاي نبدا ان احنا نحط اماكن تانية تاخد الحاجات من المصنع كنوع من انواع السبلاي تشين. المهم احنا تركيزنا ان احنا نظهر الخريطه على الانيلوجيك لان ده هيفيدنا كتير بعد كده.